فاطمة زهرة خلقت هيدا ما خلق الله سبحانه وتعالى. داتها ماما جمعية، شي جمعية حتى واحد ما عمل معها شي حل. كلشي كيقول لها مشي حنا غنعيطوا لك، مشي حنا غنعيطوا لك. لحد الان العائله 14 عام اللي خلقت دابا وهي باقا كتسنى هاد الجمعيات. كاين حتى حاجه ما هادشي هذا اساسي ديالها. تجمعوا شراو لها كاروسات، هرسد الكاروسه الاولى شراها لها واحد جار هنايا، هاد الكاروسه الاخرى شراها لها شي جار هنايا. وهي مسكينه هي لا حق لا لا حتى حاجه. حتى النهار اللي خرجت تشوف سيدنا ما خلاوها شي. اذا هاد العائله شني الدم ديالها في الدنيا. خرجت تشوف سيدنا، وقفت مع التلاميذ من دراسه، ما جا فرحانه، مشيت تلاقى سيدنا، جا مقدم وقف عليها، عيطنا خور، عملوا عليها واحد الحصار، شكون جابك، علاش جيتي؟ هي بدا بدات كتبكي، حدا الناس كتبكي، قهروها، هي جات باش تشوف حالها بحال الناس، موحشه فرحانه، سيدنا ما جيت طنجة بالية، علاش عملوا لها هيدا؟ علاش ماشي مخلوقه؟ راه حتى هي مخلوقه، راه بحالنا بحالها. شنو الفرق؟ حنايا عندنا يدنا وعندنا رجلنا وهي ما عندها شي، هذا هو الفرق. هادشي اللي رجع دابا هي القوي كياكل الضعيف، اللي عنده السلطه كيبغي يتحكر على واحد اخر. لا هادشي هذا حنا ما بغيناهش، بغيناش حنايا كاع نكونوا. علاش الدرويش دائما ما عندو شي حق؟ علاش؟ يعملوا معاها مزيان، يعملوا معاها مزيان، يخليوها واقفه كتشوفها تسالي مسيره، تجي بحالها الدار بحالها بحال جميع الناس. علاش عملوا معاها؟ اذا جا عرفتي جات من الدار، والله العظيم اللي كتبكي كتقول لك انا عاد حسيت براسي انا اقل من الناس. كي باها ما خدامشي، باها باش يعمل لها ويقريها على برا ولا يشوف يديها، باها ما خدامشي، باها بيدو مريض وجالس بلا خدمه، هو بيدو راه خصو يمشي يشبر فراش في الطبيب، فهمتي؟ وهيدا كون صابره وقانعه باش ملي كتب الله وصابره وما هي دابا ملي كبرت كتقول ماما ما نمشيش للجمعيه، خلينا ماما في الدار وصابره. راه هادشي هذا راه ما كانش يهضر الدار فاطمه زهره كما كانوش يعملوا لها داك الحصار، كنا الباب ديالنا تبقى علينا مجدوده وما نمشيو حتى موطع، لان صافي اللي مقدر الله فراساي كتقوزو بالحق. ملي عملو داك الحصار عاد حنا بغينا نهضرو. علاش؟ لا ما كاينش مدرسه خاصه، كتقرا عاديه تبارك الله عليها، راه كتقرا. هاد الدوره الثامنه سقطت، عاودت العام. علاش؟ ما عندهاش باها باش يزيد لها سوايع، راه صحاباتها كاملين نجحوا كيزيدوا سوايع، هي لا، قال لها با ما عنديش، جلست وسقطت. اما هي تبارك الله عليها الاساسيات كاملين كيقولوا عليها ذكيه وكتكتب وما عندي ما نقول لك، راه خصها توصل. فهمتي فاطمه زهره اللي كتقول لك انا خصني نقرا، خصني نكمل القرايه ديالي. يد واحد عندها، وهادو هنايا عندها جوج مشروكين، وهذا مدرسه فيها الدروج، وهي تلاميذ صحابها كيهزوها، ولا ما هزوهاش ودخلوا ديك التلاميذ من القسم، راه ما عندهاش شكون يهزها، اضطر ترجع بحال الدار. مدرسه فيها الدروج، مره اخرى هزوها صحابها وطاحت وما قدرتش تقول لها، تقول له با انا طحت، كتخاف تقول له كل جلس من المدرسه، وهي خصها تقرا لحمه كامله زرقاء وهي جالسه ساكته ما خصهاش تقولها. فاطمه زهره كتشكر صحابها كيهزوها، يعني وصحابها هي عاملين معاها مزيان كيهزوها وكيبقاو يتناوها في باب المدرسه. جبرت الخير في العيال اللي كيقراو معاها، جبرت فيهم الخير وما جبراتوش في المسؤولين. ما طالبات حتى شي حاجه هنايا، يماها ما عرفت حتى حاجه، قالت لها ماما غنمشي نشوف مالك مع العواول كيقراو معايا، قالت لها مشي. مسكينه خصها توقف في الحديده تشوفو جايز بحال بحال، علاش هما في المدرسه هبطوا العواول المدرسه كاملين، وقفوهم باش يشوف. بغات حتى هي تهون، ما عندها حتى شي حاجه، ما عرف دوك يقولوا بعضهم عندها برا، عندها كيفاش هذه العائله هذه برا وهي مسكينه ما عندها لا يدين لا رجلين، كيفاش غتعمل؟ ها مشات تمايا جات معصبه كتبكي، علاش؟ علاش؟ بالعكس حنا هاد المعاق هذا خصنا، هي هادشي هاد الهضره المعاق ما كتقدرش تخرج، والله ما كتقدر تقول معاق. يعني انا حتى هي بحالنا بحالها، ما كاين حتى شي حاجه. كنكون طالعه مدرسه كنخاف عندك العولي، عندك العولي يمشي، وانا لا مشيت زعما ما عنديش شكون اللي دخلني القسم، يعني لا انا مشيت ما لا مشيت وما لقيتهمش، هما اللي دخلوني القسم، يعني انا مشيت ما رجع حالي لا ما لقيتهمش. المدرسه كان مضروش كامل كيهزوا فيها العوام، دابا ملي كندخل كنلقى واحد العقبه، وهاديك العقبه عاوتاني كنخاف عندك نطيح فيها ولا شي حاجه، وملي كنعاودو استراحات مستراحه كبيره تما الاقسام كامل مضروش، الهبطه الفوق كلشي كيهزو يلعبو. دابا الكرة مبقاوش قليل فرجعو كيهزو، عيب بنادم. أنا خصني نقرا ولكن حدي تسعة، أنا ملي غنقرا تسعة صافي منقدرش نطلع من المدينة، والمدينة بعيدة ما عندي كاش نوقف طابية ولا تاكسي ولا شي حاجة. هي أنا مدينة عمري ما مشيت ليلة، هاديك مدينة وكاسبرطا عمري ما مشيت ليلة مرة. ملي هوت من المدرسة قالوا لي العواب اللي مالك اليوم ما يجي، وساتي هوت عم ماما، قلت لهم ماما انا غنمشي مع العواب باش نمشي نشوف مالك. ملي مشيت نشوفو لقيت واقفة هيدا مع العواب،
وشتي تاع جاو شي ثلاثه د الرجال وقفوا حدايا بقاو كيهضروا مع بعضياتهم كيشوفوا فيا. انا يعني ما قشت على راحتي عاوت بدات بلاصه عاوتاني جاو عندي بقاو مسقسيت الناس قلت لهم شكون هما هادو قال لي قدم لي الخزنيه خاصني نشوف مالي هادشي كامل نشوف مالي عمري ما شفته. كنتمنى يكون عندي يدي ورجلي بعدا هما اللي نقدر نعمل بهم اي حاجه. كنتمنى انا نعدى يدي ورجلي باش مش نكمل القرايه ديالي وهذوك يدي ورجلي ضروري باش نقدر باش نكمل القرايه ديالي باش نخدم وديكشي. كنت كنتمنى نشوف مالك ولكن ما خلاونيش هذيك هي الامنيه ديالي. بقيت محرومه من نشوف مالك حتى عمري ما شفته. اول مره اسمع اجي طنجه فيا خصني نشوفه مباشره وما خلاونيش نشوفه.